الناس كلهم اليوم يعني كأنهم يمثلون هذه الآية التي تقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني الناس يعني الآن يعني لا يتثبتون حتى في الوكالات، لا ندري يعني هذا لم يحدث بإذن الله تعالى. الناس يعني كلهم يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا يعني الموت يعني مفروض على الناس كلهم، أنبياءهم وصغيرهم وكبيرهم، نساءهم ورجالهم، هذا يعني لا مفر منه. حسن الطاهر الرعويس. وفي الصومال أيضا قتل مسلحون مجهولون في مقديشو مديرا شبكة الشيبيلية الإعلامية، كما جرح في الهجوم منتج الأخبار للشبكة. وفي هذه الأثناء تشهد العاصمة هدوءا نسبيا بعد توقف الاشتباكات بين القوات الحكومية من جهة والحزب الإسلامي وحركة شباب المجاهدين من جهة أخرى. مراسلنا عمر محمود وتطورات الأوضاع في العاصمة مقديشو. ملامح حركة مشروبة بالحذر بدأت تعود تدريجيا إلى أسواق وشوارع العاصمة مقديشو بعد أيام من معارك شهدتها أحياء متفرقة من العاصمة. الشوارع التي ظلت خالية من الحركة خلال المعارك الأخيرة ها هي تعود إليها الحياة من جديد، كما أن سوق بكارة أكبر سوق في الصومال الذي عطلت الاشتباكات من أنشطته التجارية بدأ يكتظ بالمتسوقين، وفتحت المحال التجارية أبوابها. كانت القذائف تسقط على السوق وكانت الحركة ضئيلة ولم نستطع مجاولة عملنا. الآن كل شيء قد تغير والإقبال الناس على السوق ازداد في الآونة الأخيرة. هدوء قد لا يدوم طويلا في ظل انعدام أي جهود مبذولة لوقف الحرب بين القوات الحكومية وبين مقاتلي الحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين. وفيما بدأت العاصمة تستعيد نوعا من عافيتها، قتل مدير شبكة شبيلية الإعلامية بيد مسلحين مجهولين، فيما نقل مدير قسم برامجها على عجل إلى المستشفى بعد إصابته في نفس الحادث. خرجنا أنا والصحفي الفقيد من أحد المحال التجارية في سوق بكارة، سمعت صوت الرصاص فرأيت زميل مختار وقد سقط بجانبه صريعة، نظرت إلى الوراء فأصابتني رصاصة في بطني فهربت. مقتل مدير شبكة شبيلي يعد ثانية نوعه في هذا العام بعد مقتل مدير إذاعة هون أفريق في شهر فبراير الماضي، ليعيد إلى ذاكرة الصحفيين مشهد إراقة دماء الإعلاميين الذي شهده عام 2007 و2008 حين قتل أكثر من 10 صحفيين. هدوء ما يزال في بداياته وهاجس خوف من اندلاع ملاجات أخرى يصور المدنيين، وفي ظل هذه الأجواء الساخنة يتواصل سقوط الصحفيين ليدفعوا ثمن الحقيقة غالية. عمر محمود، الجزيرة.